Soria! 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 الكار واحدة. لا جاي تشجع المنتخب السوري. كرمال هيا العيون سوريا. سوريا 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 سوريا. لا عادي اذا خسرنا اوكي بس مش قد الاردن فزنا على استراليا عادي. قبل اللقاء عانقت المعنويات عنان السماء. السوري تحدث عن انتصار يقربه من التأهل، والأردني عاش حلم السبق في ركب المنتقلين لثاني الأدوار. كل الدعم والتوفيق اليوم لأبطالنا أبطال النشامة. انتو قدها واليوم فرحونا بمباراتكم مع سوريا. الله يقويكم. مدرجات عجت بإخوة حضروا وساندوا، وبين مشجع النسور وعاشق النشامة شهدنا أجمل اللوحات في المدرج، وعلى أرض الميدان دار الدقائق فيها كل الإثارة. رجال ما تنحان الهامة ومرهوع الهامة والعب العاب. الإعلام أول البطولة ما كانش عينه على المنتخب الأردني، بس الحمد لله رب العالمين أثبتنا أن احنا رقم صعب بالبطولة، وإن شاء الله بإذن الله تعالى ربنا يوفقنا نوصل لأبعد إشي بالبطولة زي ما قلت لك. المنتخب الأردني متطور، يعرف ما يريد، لعب معتمدا على صلابة دفاعه في صد كل الهجوم الأحمر، وكان التركيز كل التركيز على الهجمات المرتدة. فمن يمتلك ياسين البخيت وخليل بني عطية والقناص السريع المهاري موسى التعمري يعرف ما نقصد. اللهم لك الحمد، الحمد لله رب العالمين. مقاتلين مهمين النهارده منتخب سوريا، منتخب سوريا فريق كبير، نال التوفيق للمباريات اللي جايه. الحمد لله كنا نفرح الشعب الاردني وجلاله الملك وسمو الامير حسين علي اللي كان دائما معزرنا ويكون موجود كل مباراه. وبارك للجمهور للشعب الاردني، وبارك للجمهور اللي حضر اليوم في الملعب كان معزرنا بصراحه. بارك للاعبين اليوم كانوا قد المسؤوليه وكانوا اليوم قدها وقول فعل. ست نقاط من ست نقاط الحمد لله. إن شاء الله في عندنا مباراة ثالثة في المجموعة، إن شاء الله نوصل للنقطة رقم 9، نهدي هذا الفوز لجلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه ولسمو الأمير علي للشعب الأردني كافة. نتمنى منهم أن يوقفوا معنا في المباريات القادمة. حاب أبارك للمنتخب الأردني لأخوان اللاعبين، وأبارك لجلالة الملك عبد الله ولسمو الأمير علي ولجميع الأردنيين على التأهل للدور الثاني كأول منتخب. لو كنت مدرب شو أنا بقول لهم؟ ما نطمع ونمشي على مهل وصبر، وبقول لهم للشباب نرجع ندافع نلعب بستايل منتخب سوريا اللي بنعرفه. ما نفكر حالنا أنه نحن فجأة صرنا الفريق اللي بده يستحوذ أو نصير البرازيل أو نغير أسلوبنا. ما كانت وجهة نظر عادية هي واقع لتخوف عاشه كل سوري قبل انطلاق أحداث المواجهة. كان عندنا أمل كتير كبير أنه نحن اليوم نشوف عن جد هالفريق مترابط مع بعضه، في لغة وتكنيك باللعب، يقدروا شوي يهدونا أو يمكن يقولوا لنا شكراً على كمية هالتشجيع ويهدونا هالفوز. للأسف أصبنا بخيبة أمل كتير كبيرة، ما بعرف شو السبب، بس نحن بنستاهل الفرحة، بنستاهل يكون عنا فريق عن جد يكون عقد هالمسمى نسور قاسيون.
السوري أضاع الحلول في الأول. السومة كان معزولا بين كل دفاع الأردن وعمر خربين ما نجح من خارج المنطقة، وبدا أن قلة الربط بين الخطوط هي سبب النتيجة التي عرفت قبل نهاية الأول هدفا ثانيا ببصمة طارق خطاب. منتخبنا السوري اليوم مع الأشقال الأردنيين كان أداؤه كثير سيء، كان في عنا مشاكل كثيرة بخط الدفاع، ما في ترابط بين الخطوط، كان عندنا مشكلة بالناحية الهجومية، إفرادياً كتير لاعبين مناح بس جماعياً عم يكون أداؤهم سيء، مع أنه خلال الفرص المناسبة وما عم لاقي الحلول المناسبة. شبابنا كانوا على قدر المسؤولية، قدموا أداء كبير، وزي ما بتعرفوا مبارح حكينا كنا هاديين، كنا مركزين في المباراة تركيز كبير. مبارك لكل الشعب الأردني، لكل العرب، الحمد لله شبابنا كانوا على قدر المسؤولية، إن شاء الله ربنا بوفقنا في المباريات القادمة بإذن الله. بنبارك للاعبين وللجهاز الفني وأيضاً الإداري وعلى رأسهم رئيس الاتحاد سمو الأمير علي، وإن شاء الله القادم بيكون أحلى. ضاعت الحلول التكتيكية من بين يدي شتينغا في الثاني، والأحداث سارت نحو سيطرة سورية ما عرفت نجاعة تهديفية أمام ضياع شبه تام لكرات ما وصلت للسومة. أما الأردني فاستمر بذات النهج لاعبا على المرتدات والسلاح موسى التعمري. خسرنا يمكن السبب من قراءة المدرب، المدرب ما عنده قراءة فنية بالنسبة لتوظيف اللاعبين. اليوم الروح كانت ميتة للاعبين، يعني بشكل عام ما شفنا فريق سوري. التشكيلة بدها تصير هي نفسها، كل مباراة بغير بالتشكيلة، ليش؟ ما بيعرفوا يلعبوا. كمين اللي ما بيعرفوا؟ إذا مع الأردن وخسرنا كيف مع أستراليا؟ ليش شالوا أيمن الحكيم؟ كل عامل من المدرب. الأردن كان أول المتأهلين بانتصارين ثمينين، والسوري لم يفقد الأمل على الأقل ورقيا، ففي الجيب نقطة والأمل بانتصار يرد الاعتبار أمام الأسترالي، ولو أننا ودعنا شتانغا قبل تلك المواجهة. مثل ما بتعرف انت خساره، ولسه في قدامنا مباراه مع استراليا، هي المباراه المفصليه بالنسبه لنا، نحط المباراه ورا ظهرنا وان شاء الله المباراه الجايه نقدر نفوز ونقدر نتاهل على الدور الثاني. عندنا عمر السومة، لسه انت ما لعبت مع اي حدا، عم تقول بدي واجه استراليا بست نقاط، انت ما احترمت الاردن، ما احترمت اللعب. معاذ خلوف، صدى اسيا.